السلام على رسول الله إلى جاي جا سيدنا محمد الله رجع علي هادي هي البلاصه ديال الدرادي عطى ليا البلاصه ديال الدرادي وديما بقينا حنا لثارت فينال خصي يعطيني بلاصه ثارت فينال باش نمشيو الدومي فينال واش الملك واش التام غير غادي يجي التام كيفاش اليوم المباراه اليوم كانت مباراه مزيره كانت مباراه تكتيكيه ما بين اسبانيا والمغرب تو سي جوي سور دي تاي تاكتيك دونك مشينا تال لي برولونغاسيون و لي شونجمون ليدير دار دي شونجمون qui était défensif à mon avis et je savais je pense qu'il voulait aller tiens barré au sol penalty et tiens des chiffres à clos au redmo le penalty et dit baina ou d'allou les kratlo ziyech à zahbi ziyech à d'nara d'am زعما شي حاجه اللي ما كايناش حكيمي كاع الاولاد زعما تبارك الله عليهم وعاش الملك بالنسبه اليوم باش ربحنا واش ربحنا صاحبي شي حاجه هذه شي حاجه اللي 36 سنه ما وقعتش في المغرب ودابا في العالم كامل راه الناس دابا راهم ما غادي نعسوش شنا الدراري الصغار تنشنا شي دراري صغار عندهم عامين ها هو الدري عنده 12 عام عنده الدري 12 عام وعاش كارت فينال المغرب 12 عام اصاحبي حنا انا عندي 35 عام نوصلوا لويت كارت فينال لويتيام فينال باطل ما تنس زايد وسبحان الله غادي نتبعوهم حتى الاخر ان شاء الله وديما مغرب تي ديال الماتش الجاي غادي نمشيو ناخذوه غنتسناو غير ينعسوا شي شويه يرتاحوا من نهار يومين والد الدراري راجل ومرضي الوالدين وشتي خدا الشعب كامل ما كانوش تيثيقوا فيه لي جورناليست في الاول ولكن دابا كاين الشعب راه معاك والشعب راه معاك حتى غادي نموتوا ان شاء الله نموتوا معاكم عاش الملك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي